السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ النهاردة ان شاء الله نعمل النهاردة مع بعض ايس كريم فانيليا بطريقة يعني بسيطة، ومن غير كريم شانتيه، ومن غير لبن محلى اللي هو المكثف دوت، ومن غير اي حاجة. هو عبارة عن لبن وسكر، والسر بقى في معلقتين سحلب. يعني نحط على اللبن بتاعنا ده معلقتين سحلب اهم زي ما انتم شايفين كده، دول معلقتين السحلب، ونخلاهم طبعا عشان السمسم والحاجات اللي هي بتبقى فيه. وابتدي ان انا احطه على اللبن. بسم الله، نديله كده تقليبه. طبعا احنا هنحطه، يعني هنحط السحلب على اللبن وهو بارد، ما نحطوش عليه وهو سخن عشان ما يكلكعش معانا. اهو كده، ودوبته زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بقى هنزل بكوبايه الا ربع من السكر. لو انت حابه تزودي زودي، يعني السكر دوت حسب ما انت ما بتحبي. برضو ايه، نديله تقليبه كده مع اللبن، ونحط كمان معلقه عسل جلوكوز. عسل الجلوكوز ده يا جماعه بيمنع ان الايس كريم بتاعنا يبقى فيه اللي هي القرشه اللي هي بتاعه التلج دي، بيخليه يعني حلو كده وما فيهوش القرشه دي. فنحط معلقه عسل جلوكوز، لو مش متوفر عندك خلاص بلاش. دلوقتي انا ضفت اهوت معلقه العسل جلوكوز، وهتدوبها طبعا مع اللبن، واستنى بقى على اللبن كده، افضل اقلب فيه كده لحد اما يغلي، وبعد كده واقول لكم نعمل فيه ايه. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده اللبن ابتدى يغلي اهو، يا رب يكون واضح. في المرحله دي بقى هوطي عليه خالص، يعني تبقى شمعه كده النار تحتيه، وهفضل اقلب فيه لحد اما الاقي اللبن قل شويه. يعني مثلا انت لو عامله كيلو لبن يبقى كيلو الا ربع، لو عامله مثلا 2 كيلو يبقى كيلو ونص كده. اما اول ما اللبن يبتدي يقل معايا هبتدي بقى ان هرفعه من على النار، وهقول لكم هنعمل فيه ايه. خلاص كده دلوقتي وطيت، وهفضل بقى ايه اقلب طول ما انا يعني سايبه اللبن على النار كده، هفضل اقلب اهو بالمنظر ده كده لحد ما ينقص معايا، وهوريكم شكله. دلوقتي خلاص انا طفيت على اللبن، شايفين هو قل معايا ازاي؟ هو كان لحد فوق هنا كده اهو، شايفين هو معلم في الحله. خلاص كده هطفي عليه، وهحطه في حاجه، اي علبه عندك، طبق، اي حاجه، وهدخله الثلاجه لمده 3 ساعات. وبعد ما اطلعه من الثلاجه بعد 3 ساعات هقول لكم هنعمل فيه ايه. دلوقتي خلاص كده انا طفيت على اللبن، وزي ما انتم شايفين كده هو ناقص قد ايه. دلوقتي خلاص اللبن كده معايا، وانا طفيت عليه زي ما انتم شايفين كده هو قل. بصوا في الحله معلم ازاي. بعد كده هفضيه في حاجه، في علبه او في طبق عندك، وهدخله الفريزر لمده 3 ساعات، وبعد ما اطلعه من الفريزر هوريكم انا هعمل فيه ايه. دلوقتي اهوت بعد ما طلعت اللبن بتاعنا والايس كريم من الثلاجه زي ما انتم شايفين كده، بعد 3 ساعات في الفريزر دلوقتي هبتدي اضربه بالمضرب. لو عندك مضرب كهرباء تضربيه بيه، لكن انا المضرب اللي عندي مش شغال فهضربه في العجان. دلوقتي اهو انا فضيت الايس كريم في الحله بتاعه العجان بتاعي، وهبتدي بقى ان انا هضربه. بسم الله، يعني هنضربه حوالي 3-4 دقايق، وبعد كده هنحطه في العلبة اللي كان فيها، وهدخله التلاجة، هدخله الفريزر لمدة 3 ساعات تانيين، وبعد كده نضربه تاني. دلوقتي بعد ما الايس كريم قعد 3 ساعات تانيين طلعته وضربته تاني، وبعد كده قسمت الكمية نصين عشان هعمل شوية بالفانيليا وهعمل شوية بالمانجا. معايا هنا وحدتين مانجا مقطعاهم وضربهم في الخلاط، وحط عليهم شوية سكر، السكر ده حسب ما انت ما بتحبي. وبعد كده هحطهم بقى على الايس كريم الفانيليا. خلاص كده انا حطيته، هبتدي بقى ان انا اضربه. بسم الله، طبعا تزودي بدل وحدتين مانجا تعملي 3، يعني حسب ما انت حابه. بس انا المانجا ما دخلتش ليها اي ميه ولا اي حاجه، هي المانجا بس وشويه السكر.
عشان تبقى تقيله معايا ما تبقاش خفيفه. خلاص كده انا دلوقتي يعني هفصل العجان وهشيلها احطها في الطبق واحطها في الفريزر واسيبها في الفريزر 8 ساعات مش اقل من 8 ساعات يا جماعه عشان يكمل معانا ويبقى زي الايس كريم بالظبط. وهوريكي شكله دلوقتي. خلاص اهوت الايس كريم الفانيليا بتاعنا بقى جاهز وجمد اهو معايا. بسم الله. القوام بتاعه تحفه وطعمه جميل جدا جدا مش هتميزوه عن بره. شايفين القوام بتاعه؟ شايفين شكله؟ يا رب شكله يكون واضح. جميل جدا جدا. لسه الايس كريم المانجا لسه ما جمدش قوي فعشان كده انا ما جبتهولكوش، بس زي ما انتم شايفين تقدروا تعملوا منه كل النكهات اللي انتم حابينها. لو عايزين تعملوا شوكولاته هتضيفوا عليه شوكولاته خام او كاكاو اي حاجه عندكم، وما كلفناش كتير، هو كيلو اللبن وبس. واحنا طبعا عندنا السحلب وعندنا السكر يعني ما خدش معانا اكتر من كده. اتمنى ان انتوا تجربوه وان شاء الله يعجبكم. ولو انتوا اول مره تشوفوني متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد. سلام عليكم.